اليوم سعيدين جدا ومعانا أخونا العزيز معالي وزير التربية في ديوان المحافظة. احنا المعالي قريب من عندنا ودائما يعني التداول موجود بيناتنا من أجل النهوض بالعملية التربوية. نفتخر بما وصلنا له من في مجال التربية. أكو تعاون كبير بيناتنا سواء على مستوى الوزارة أو على مستوى تربية نينوى. نفتخر أنه السنة احنا كملنا عدد كبير من المدارس، أكثر من 345 مدرسة، وعندنا على القرض الصيني حاليا 92 مدرسة تم العمل بها، ومدارس أخرى أيضا على الأمن الطارئ. وأيضا معالي وزير التربية هو راح يتكلم أيضا مشروع رقم واحد اللي كان ميت من 2011، معالي وزير التربية قدر أن يبعث به الروح. احنا على هدي وتوجيهات دولة رئيس الوزراء، يعني دا تشوفون الأخوان الوزراء بيناتنا على طول داخل مدينة الموصل، دولة رئيس الوزراء داعم بشكل كبير لمحافظتنا. والبارحة أيضا احنا كنا باجتماع مع دولته، وإن شاء الله راح تكون هناك نهضة في كل المجالات في محافظة نينوى، خاصة في مجال الاستثمار راح نشوف خطوات كبيرة. وأيضا احنا نشكر دولة رئيس الوزراء اللي خصص لنا بحدود 1000 دونم راح تكون مخدومة من قبل مستثمر لتوزيعها على الشرائح المشمولة بهذه الأراضي. أنا ما راح أطول، راح أترك المجال لأخي العزيز الدكتور إبراهيم. شكرا سيادة معالي وزير التربية. شكرا سيادة المحافظ. زيارتنا اليوم لمحافظة نينوى هي انطلاقا من توجيهات دولة رئيس الوزراء لزيارة محافظات العراقية، وكان اليوم شرف الحضور في محافظة نينوى للاطلاع على الواقع التربوي. وجدنا هناك حقيقة اهتمام كبير جدا من قبل سيادة المحافظ مشكورا في قطاع التربية، كذلك المنظمات التي أبلت بلاء حسنا في تأهيل عدد كبير من المدارس. هناك تعاون كبير بين الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية وفيما يخص قطاع التربية. أيضا احنا فعلنا مشروع رقم واحد اللي هو متوقف منذ عام 2011، حصة نينوى هي 117 مدرسة، الآن بدأ العمل ب 34 مدرسة والبقية إن شاء الله تباعا، يعني خلال إن شاء الله الفترة القليلة سوف يبدأ العمل بكافة المدارس مشروع رقم واحد. الموصل حقيقة لها خصوصية كونها هي منطقة تراثية رمزية، يعني كل منطقة فيها أو كل معلم بها يدل على حضارة معينة، فتحتاج إلى وقفة جادة. دولة رئيس الوزراء مشكورا أولى اهتماما خاصا في محافظة نينوى خصوصا خلال زيارته الأخيرة، فوجه السادة الوزراء أن تكون لمحافظة نينوى هناك رعاية مباشرة بما تحتاجه ولما تعرضت له من الإرهاب وفكر المتطرف داعش. فالموصل هي أو محافظة نينوى بأكملها رفضت الوجود الفكري المتطرف لداعش، ونشهد هناك نقلة عمرانية كبيرة جدا في محافظة نينوى، ونحن على استعداد كبير مع الحكومة المحلية متمثلة بالسيد المحافظ والمديرية العامة لتربية نينوى للنهوض بالواقع التربوي. نعم معالي الوزير، أول شيء أهلا وسهلا فيك بالمدينة. حياك الله. حياك الله. وأنت ابن هذا المدينة. أكيد طبعا. نشكرك لقيادتك المميزة في وزارة التربية، يعني أهم إنجاز أنه السنة ما تسربت أسئلة الامتحانية. إن شاء الله ما تسرب. توجد مشكلة أزلية وهي مناطق جنوب الموصل هي حمام العلي للشورى. نعم. يعاني ذوي الطلبة سنويا، يقطع الطالب أكثر من 240 كيلومتر ذهابا وإيابا
لحضور الامتحانات بالصفوف المنتهك لمركز محافظة مدينة الموصل من القيار والشورى. يا ريت انه جنابكم تحلون هاي المشكلة وتخلون امتحاناتكم في مناطقكم. السؤال الثاني سيادة المحافظ، طبعا عمل يحسب لك عمل عظيم انه عدت اراضي الغزلاني، وسمعنا انه فرص الاستثمار حصلت بها موافقة وقطع اراضي لذوي الشهداء والموظفين، وهاي انجاز يحسب لك. يا ريت تحدثنا عن هذا الانجاز الكبير. طبعا فيما يخص الامتحانات في جنوب الموصل، حقيقة اللجنة الدائمة للامتحانات، احنا عقدت اجتماع موسع في اللجنة الدائمة للامتحانات والسادة المدراء العامين، هم من يقدرون الحاجة الفعلية للمراكز الامتحانية، فأنا يعني أبدا ما أتدخل في عمل اللجنة الدائمة للامتحانات، فهذا السؤال يجاوب عليه السيد المدير العام للتربية. طبعا بالنسبة لمراكز جنوب الموصل وغرب الموصل، طبعا أخذنا موافقة معالي الوزير راح نفتح مراكز للإناث فقط في حمام العليل للشورى والقيارة والحمام العليل، إضافة إلى نفتح مراكز مركز أيضا في ربيعة وفي زمار للإناث هذه السنة كتجريبية، إذا نجحت إن شاء الله راح نفتح الذكور السنة المقبلة. يعني يا ريت معالي الوزير ويا الإناث، يعني أيضا أكو اللي هاندكاب اللي عندهم عوائق شيء ايضا تشملهم ذوي الاحتياجات الخاصه ممكن تشملهم. شلون يعني متقاعدين من صحيح؟ يعني يعني تعويضهم ماديا قصدك؟ لا، تقاعد. هاي الدرجات هي خارج الوزارة، أصبحت الآن يم مجلس الخدمة الاتحادي، يعني التعيينات أصبحت ليس بحوزة وزارة التربية وإنما بحوزة مجلس الخدمة الاتحادي، أي واحد يتقاعد من حول الملف على مجلس الخدمة هم من يقومون بالتعيين. والله ما تعرض له مدينة نينوى أو محافظة نينوى خلال حرب داعش أدى إلى تدمير عدد كبير جدا من المدارس، فضلا عن أدى توقف الدوام خلال فترة كورونا إلى 3 سنوات. هذه التوقفات أو توقف عجلة العملية التربوية يقابلها بالمقابل ازدياد عدد الطلاب، فعندما أصبح الدوام حضوري أصبحنا أمام كم كبير جدا من الطلاب والتلاميذ، ما يقارب 13 مليون طالب. البنى التحتية قليلة جدا، هناك عمل كبير جدا من المحافظة والوزارة ورئاسة الوزراء كلها في خدمة الواقع أو بنى تحتية للمدارس، فإن شاء الله على المستقبل القريب سوف تحل مشكلة الأبنية المدرسية كاملة. الدرجات الوظيفية، نحن ثبتنا عمر وزارة التربية من 1920 لحد 2022 هم 600 ألف، إحنا خلال 22 هاي 6 شهور إحنا مثبتين 340 ألف، فأعتقد العدد أصبح كبير. كما ذكر السيد المحافظ نحتاج فقط إلى تسوية للملاكات. وأنا كنت أتمنى أنه نبقى ويا مع الوزير وبعدين إذا تريدون شيء على الغزلاني بعد ما المعالي الوزير يكمل من هاجم الحاضرين. إن شاء الله هذه واضعينها بالخطة، وإن شاء الله عندنا احنا القرض الصيني مدارس كثيرة إن شاء الله على الموازنة سوف كلها نشغلها وكلها نشملها في البناء إن شاء الله. توجيه دولة رئيس الوزراء، وكنا نتحدث يعني مع معالي الوزير وأنا قلت للأخ مدير عام التربية، دولة رئيس الوزراء يقول جيبوا لي قاعة نعطيكم مدارس، يعني ظلت الكرة في ملعب التربية وإحنا حاضرين لإسنادة فيما يخص الأراضي. يعني نحن أيضا حصلت يعني في رئاسة الوزراء طرحت اللي يتبرع بقطعة أرضي حصل تعيين من درجة إلى 3 درجات وظيفية وحصلت الموافقة إن شاء الله. أعتقد القرى والأرياف عندهم مساحة ممكن يتبرع ويحصل درجتين وظيفية.